الشيء. أبا! من مظهرها فلا تتضايق لو أحسنت. عاد رفعها عند رأسك ليس ضروريا. آسف. إذن لا تتوقفي، استمري. أنا أعرف حركة أخرى يا إنج، لكنها صعبة، أنا حتى لم أتقنها بعد. الفكرة تكوين موجة ماء عارمة. إذن هكذا؟ ساكا، ألا يمكنك الإسراع؟ لا أعرف كيف، لم أكن شيئا كهذا من قبل. ما كنت سأفعل بدونك. هيا أنهيت متهاني، هيا ساعداني. سيد باكو، هذا تلميذك الجديد الأفاتار. إذا كان مصيرك إنقاذ العالم لا تتوقع مني معاملة خاصة. وصديقتي نريد التدرب معك بعد أن نرتاح لبضعة أيام. لو أردتما الراحة أرشح لكما جزيرة استوائية، وإذا لم تريد سأراكما غدا عند شروق الشمس. ليلة طيبة. أنت تجعل الماء يدور ولكنك لا تستشعر الشد والجذب. أحاول. ربما هذه الحركة صعبة عليك، لما لا تجرب حركة سهلة؟ ليس سيئا، ليس سيئا. استمر استمر، قد تتقنها وأنت في عمري. كالصخرة.
نحن صديقان. أنج هذا سيء، عليك إخراجي من هنا. هذا سيء بالفعل، أرجوك يا أنج سخر الأرض وأخرجني، لا يوجد حل آخر. أرجوك لا تتركني ثانية. أعدك. ماذا تفعلين هنا؟ فقط أستمتع بالعرض. ماذا؟ كنت هنا طوال الوقت؟ تقريبا. لما لم تفعلي شيئا؟ ساكا كان في خطر، أنا كنت في خطر، كان بإمكانك إخراجه ومساعدتنا. تاهت عني هذه الفكرة. كفى، أريد استعادة أشيائي. افعلها الآن. ماذا؟ سخر الأرض أيها الرقيق، لقد واجهت ذلك الوحش بحماسة، والأكثر روعة أنك واجهتني بصلابة. أنت حقا موهوب. لكن هيا أنت مسخر أرض. لا أصدق هذا. هذا. فليقدم من يريد أن يقابل المعلمين ران وشوني رانهم. نداء البوق. ما الذي يحدث؟ زوكو، انت فأتي النار. وماذا سأفعل؟ أعطني من عندك. لا، بل اصنع نارك. لا أستطيع. خذها من المقاتلين بسرعة، لا تأخذها مني. أنت بخيل زوكو. المعلمان؟ أتظن أننا سنهزمهم؟ أنا لم أقل هذا. ها قد جاء. هذان الشابان هما عشاؤهما اللذين. اسكت يا هامغاو، الجميع يفكر بذلك. زوكو، ما رأيك أن نرقص معهما رقصة التنين؟ ماذا؟ وكيف عرفت بأنهما يريدان الرقص معنا؟ إنهما يريدان منا أن نفعل شيئاً، فدعنا نحاول. حسناً. التحكم. الآن فهمت.
نيرانهم كانت جميلة، رأيت العديد من الألوان، لم أتخيل هذا. يتحكمان بها بتناغم. أجل، لقد حكم عليك ومنحك فرصة الرؤية ومعنى التحكم بالنار. لم أعرف أن هناك تنانين حية. عمي قد أخبرني أنه قتل آخر تنين. إذن فعمك كاذب. في الحقيقة كلامه هذا لا يسمى كذبا. عمك كان آخر غريب يواجه المعلمين، وقد رأيا أنه يستحق وأعطياه سرهما العظيم هذا. لابد أنه كذب ليحميهما وكي لا يلاحقهما أحد. أنا كنت أظن أن التحكم بالنار دمار فقط، وقد خفت وترددت بعد أن آذيتك تارا، ولكني عرفت الآن معناها. إنها الطاقة والحياة. أجل، إنها مثل الشمس لكنها داخلنا. هل فهمت ما أقصده؟ أصولنا تعود إلى حضارة مقاتل الشمس العظيمة بني، ونفهم هذا. ولذلك كانت قواي ضعيفة في السابق، لأن دافعي كان هو القضاء عليك فقط ولا شيء آخر. وعندما انضممت إليك فقدت القوة التي في داخلي، ولكن الآن لدي دافع جديد. يجب أن أساعدك لأهزم أبي ونعيد السلام للعالم. أنت محق يا إينغ، فجميع أجداد الأفاتار الآن وكل خبراتهم وحكمتهم أصبحت متوفرة لك، فابحث عنها عميقا في داخلك. إذن أين أنا الآن زوكو؟ وما هذا المكان؟ أنا لا أعرف يا إينغ، ولكنني أراك حاليا تائها بين عدة طرق. نعم، لا أعرف ما سأفعل حين أواجه سيد النار. يظنون بأنني سأقتل سيد النار، لكن لا أستطيع فعل هذا. حين كنت حيا حاولت أن أكون منضبطا دائما في تصرفاتي، لكن هذا الأمر ارتد علي حين استغل سيد النار سوزين ضبطي لنفسي ورحمتي. لو كنت قاسيا حينها وتصرفت بشكل أسرع لكنت أوقفت سوزين وأوقفت هذه الحرب قبل أن تبدأ. أنا الآن أقدم لك نصيحة إينغ، يجب عليك أن تكون صارما أكثر. في الماضي المحتل شن هدد أن يحطم توازن العالم، فأوقفته ودخل العالم في مرحلة عظيمة من السلام. لكنك لم تقتلي شن، لقي حتفه لأنه كان عنيدا ومصرا على الشر. بالنسبة لي أنا لا أرى أي فرق، وأؤكد لك أني كنت سأفعل أي شيء لأوقف شن. سأقدم لك نصيحة إينغ، العدالة فقط من تجلب السلام. لقد أخطأت في سؤال لكيوشي. أنا الأفاتار كورك. عندما كنت صغيرا كنت من محبي ركوب الأمواج وكنت أتقن هذا. الناس كانوا يحلون مشاكلهم بأنفسهم وكان هناك سلام في العالم كله، لكني بعدها خسرت المرأة التي أحب وسرقها مني سارق الوجوه. كان ذلك خطأي، لو أني انتبهت واتخذت قرارا جريئا لكان بإمكاني أن أنقذها. إينغ، يجب أن تحسم قرارك كي تشكل قدرك وقدر العالم كله. أنا الأفاتار يانغ شين مقاتل الرياح. أفاتار يانغ شين، الرهبان علموني أن الحياة مقدسة وعلموني أن أقدس حياة الذبابة الصغيرة. أجل، إن الحياة مقدسة. أتعرف أنا نباتي أيضا، وأحاول أن أحل مشاكلي بسرعة وذكاء، وأستعمل العنف للدفاع عن النفس فقط، لكني لا أستخدمه لقتل أحد. أعرف تماما بأنك شخص لطيف والرهبان هم من علموك، لكن هذا الأمر لا يخصك بل يخص العالم. ولكنهم علموني أن أفضل نفسي على العالم لكي تكون روحي حرة. العديد من عظماء قبيلة الرياح قد فصلوا أنفسهم واستطاعوا الوصول إلى النور الروحي، ولكن الأفاتار لا يستطيع، لأن واجبك الأساسي هو لصالح العالم. وسأقدم نصيحتي لك اليوم، الواجب الإنساني يناديك لتضحي بحاجاتك الروحية
وأن تقوم بما يجب القيام به من أجل إنقاذ العالم. لم يعد لي أي خيار يا مومو، يجب أن أقتل سيد النار. Seperti ini. Bahkan dengan semua kekuatan di dunia, kau masih lemah. Sorry.
dengan apimu. Kau tidak akan bisa menggunakannya untuk menyakiti atau mengancam orang lain.